هذه الأجهزة سوف تعمل في محطاتنا في محطات العراق كافة، ومنها مكتب كربلاء أو محافظة كربلاء المقدسة. هناك نوعين من الأجهزة، جهاز على مستوى المركز الاختراع السيكوز، وجهاز على مستوى محطة الاختراع هو جهاز البيكوز. هذه الآلية الحديثة يعني عزبة مفوضية المستقلة على العمل بها حديثا لرفع الشك عن تدخل الأيدي العاملة في عملية الفرز اليدوي في المراحل السابقة. فبالتالي ستكون هناك بعد انتهاء التصويت المحدد من قبل المفوضية، بعد غلق صناديق الاقتراع، هذا الجهاز يتوقف يعني أوتو. بالتالي سوف تظهر أشرطة النتائج مباشرة بعد انتهاء عملية التصويت، ويتم إرسالها عبر الفيسات عبر الأثير إلى مركز التحقق وإصدار النتائج في المكتب الوطني، وكذلك في الوقت نفسه تبث عن طريق 4 شاشات عملاقة، ستكون واحدة في مقر مجلس النواب، وواحدة في العاصمة بغداد، وأخرى في محافظة النجف، والرابعة ستكون في محافظة البصرة. وبإمكان كل وسائل الإعلام نقل هذه المعلومات والنتائج من عبر هذه الشاشات مباشرة أونلاين إلى الناخبين.